طيب اسماعيل الوزير اعتدنا دائما ان يكون وزير شؤون المجالس النيابية هو النائب عن الحكومة وعن الوزراء ويرد على الكل ويتكلم نيابة عن الكل. انا اول مرة اشوف حضور لوزير المجالس النيابية، طبعا هذا طبيعي في جلسات زي دي، ولكن ايضا الوزراء المعنيين، يعني هم اللي جايين يردوا بشكل مباشر، بعد ما كنا زمان يعني كان دايما بيجي ايه نائب وزير في لجنة يجي ممثل، ولكن يكون العبء كله على وزير المجالس النيابية. الحقيقة ان الحكومة يعني بتضع يعني احترام السلطة التشريعية وتقديرها يعني في اعلى مراتبه. وزير الشؤون النيابية بينوب عن الحكومة وتمثيل وجهة نظرها في احوال عدم وجود الوزير المختص. وزير الشؤون النيابية بيرد عن الحكومة في الأمور العامة التي تمس الحكومة بشكل عام، إنما الوزير المختص بيتولى الرد في الأمور التفصيلية التي تمس وزارته. الحقيقة النهاردة وجود الوزراء المعنيين بملفاتهم بالمعلومات الدقيقة اللي عندهم أثر النقاش ووضح المسائل. الحقيقة برضو لازم أشير أن السادة النواب اللي بيتناقشوا بناء على خبرة وتخصص وبأفكار، وبرضو هم لامسين الأرض والشارع ومحتكين بالناس. فالحقيقة تكاملت يعني المهام وتفاعل الأدوار بالطريقة دي، مؤكد أنه هو لصالح المواطن المصري، ومؤكد أنه هو هيعود بالإيجابية على أداء الحكومة ومسلكها، وأيضا على يعني أن النائب من خلال تعاملاته مع دايرته يبقى عارف الحقائق موجودة فين، ويبقى فيه إن شاء الله دفع في صالح المواطن المصري لتعزيز رفاهيته وتحسين أوضاعه المعيشية بإذن الله.